السلام عليكم، مرحبا بكم عند ام سالقه. لديكم حتى نتوما لا فيديو تاعنا اليوم، جات لقاكم بخير وعلى خير وبصحه جيده يا ربي. اليوم جبت لكم واحد الجزئيه بزاف هايله، بزاف بنينه وبزاف شابه وتتعد، وهي هايله هايله هايله، فيها واحد المتعه في الماكله ما نحكي لكم. شو بطريقه بسيطه ومكونات جد اقتصاديه. بقاو مع الوصفه. قبل ما نبداو الوصفه تاعنا اليوم، ما نساوش الصلاه والسلام على حبيب مصطفى عليه الصلاه والسلام. اما بعد ففرجه ممتعه. هنا نبداو بسم الله بالمقادير وطريقه التحضير. انا هنايا عندي كاس نص كاس عفوا تاع العسل، يعني تقريبا 3 مغارف كبار هكاك، ما وصلوش نص كاس، 3 ملاعق كبار تاع العسل، العسل تاع الحانوت تاع المحلات. هنا نفرغ الكاس العسل ديالي، نفرغو كامل. هاد الطريقة هادي. هنايا عندي الجلوكوز، الجلوكوز يا البنات تقدر تشريوه ماشي غالي، او دير 10000 للعلبة في الجزائر. تسيت الاخوات قولي راه يدير 10000، يعني رخيص، تخدمي بيه شحال من خطرة. راح نديرو غير ملعقة. هنا راح نعطيكم واحد الطريقة، الا ما عندكمش الجلوكوز، الا ما عندكمش الجلوكوز تقدروا ديروا كاس كبير تاع، يعني كاس معمر تاع العسل. والا عندكم الجلوكوز ديروا نص، ديروا غير نص برك، وديروا واحد الملعقه تاع الجلوكوز، وتقدروا تستغناو على العسل تماما بهذه الطريقه هذه. راكم تعرفوا الجلوكوز يلصق شويه، مي مليح راح يفيكسي لنا الوسمو ان شاء الله، تخرج لنا الجزئيه تاعنا مليح. راح نديرها لكم بطريقه مختلفه، طريقه سهله، طريقه جميله. انا راح نخلط فيها المكسرات، وانتم تحبوا ديروا فيها غير الجوز ديروا فيها غير الجوز. هنايا عندنا كاس تاع الماء، او يبان لكم شي ذهب، على خاطر عمرت الماء فوق هذاك الشيء تاع العسل اللي قاد، درت له ما دافي يعني باش يكمل يخرج هذاك العسل باش ما نضيعوش. هنا كاس تاع الماء، وهنايا نفس الكاس، عندي كاس واحد اخر يعني نفسه كما هو. راح نديرو جوج كيسان تاع السكر. كيما قلت لكم الا ما عندكمش، عفوا كيما قلت لكم الا ما عندكمش وسمو، ما عندكمش الجلوكوز، تقدروا تعوضوا كاس يكون تاع العسل ماشي اللي تخدموه في الدار، اللي تشريوه من المحلات من برا. هنا نديرو جوج كيسان تاع السكر، سكر كريستال، سكر نورمال. هكذا راح نعصر له واحد شيء تاع القارص. نديرو السيرو تاعنا ان شاء الله يطيب. واحد زوج ملعقات ثلاثة تاع القارص، المهم عصرو شوية، راه يبارك فيها الماء هاد الحبة تاع القارص. هكذا بهذا الشكل هذا. هنا راح ندير واحد شوية تاع ليكستخي تاع الفانيلا. انا اصلا قعد لي غير شتي نعاود نشي، عاد نخدم بها بزاف على هذيك، خلاص لي بالخف، هي ما فيها والو، فيها غير يعني شويه. هنا راح ندير واحد ديكستري تاع السيترون، غير هكذا المعطرات يعني باش يخرج لي السيرو تاعي ريح شباب. راح نحطو على النار، ما نبداوش نخدمو، ما نروحوش للخطوه الاخرى، يعني حتى نفريوها مع السيرو تاعنا، حتى نوجدو السيرو تاعنا، على خاطر يدي بزاف الوقت، يديكم واحد من 30-40 دقيقة السيرو، لازم حتى يكون جاهز تماما. راح تشوفوه كيفاش يكون جاهز، راح نشارك معكم الخطوات. المهم هنا ما نطولش عليكم لا فيديو بزاف بيان سوغ. هنايا درته على نار تكون متوسطة، ويعني خلطت المكونات كامل. راح نخلي السيرو تاعي حتى يقرب يوجد، راح نشارك معكم لا فيديو ان شاء الله والوصفة.
هنا انا راح ندير لها داخل المكسرات، نتوما تحبوا ديروا لها كيما تحبوا من الداخل، تحبوا ديروا لها تحبوا ما ديروهاش. هنا انا عندي شويه تاع المكسرات كانوا عندي، تحبوا ديروا غير الجوز ديروا غير الجوز. هنا انا عندي الجوز وزدت له شويه تاع انواع تاع المكسرات، حبيت نديرها بطريقه مختلفه شويه. مامتو كانوا عندي يعني ميلونج تاع المكسرات وقلت لي ماذا نديرها بطريقه مختلفه. هنايا عندي ثاني المكسرات تاع التزيين، تحبوا تزينوا غير بالجوز، تحبوا ديروا طيف تاع الجوز وزيدوا له حبه تاع اللوز ولا المهم نتوما كيما حبيتوا. نتعرف معكم الطريقه هذه وان شاء الله تعجبكم، لا عجبتكم ديروا كيما هي، ولا حبيتوا ديروا غير بالجوز ديروا غير بالجوز كيما حبيتوا نتوما. هنا كيما راهو كيما راكم تشوفوا، عفوا هاني غير مخلط في الهضره. هنا كيما راكم تشوفوا مازال يعني تغلي، مازال العسل تاعنا السيرو تاعنا يغلي، مازال موجود شي، مازال نزيدو نخليوه واحد 30 دقيقه. ديجا خليته 10 دقائق، هنا واحد 30 دقيقه هكاك، مازال نزيدو نخليوه ان شاء الله. المهم نخليوه يغلي يغلي حتى يعني حتى يولي لاكولاغ تاعو عاقد، يولي عاقد ويولي حمر. المهم راح نشارك معكم ان شاء الله. هنا كي تشوفوه يقرب يوجد زيدوا عليه النار. هنا انا راني وصلت واحد 25 دقيقه، هنا قريب يوجد لنا كيما راكم تشوفوا. هنا نسنا لاكولاغ الاخ تاعو غط حمر شويه وراح نحيه ويعقد، نحسو ثقيل شويه، المهم راح يجي ثقيل راح يجي شبر، ما تقلقوا ما والو، يثقل شويه وراح نحيه ان شاء الله باش نجوزو الخطوه المواليه. معليش تقدروا تسبقوا في الخطوه يعني تقدروا ديروا بيض تاعكم تبداو تطلعوا فيه وكاعيتيك وتخلوه يعني يجهز. انا ما نكذبش عليكم كي نكون وجدت في العسل نخاف ديما نعسو، سرو ولا العسل ولا اللي كان، المهم نعسو. انا حتى نكمل ماهوش راح يبرد لي، نحطو وبالخف نروح نزيد ندير معاكم الخطوه المواليه. المهم هنايا راهو تقريبا تقريبا جاهز كيما راكم تشوفوا، سيرو تاعنا هنا راهو واجد، لاكولاغ تاعو هذه هي كيما شفتوا. كي تشوفوا بزاف يدير يعني ديك لاموس اللي من الفوق الغاوي بزاف اللي من الفوق يعني يقرب يوجد لكم، وكي تشوفوا دوك الغاوي بديك لاكولاغ اللي ولات لكم شغل حمراء. هنا سيرو تاعنا راهو سي بون واجد، نجوزو للخطوة الموالية إن شاء الله. هنا الباتور يكون حاضر في هذا الوصفة، هنايا نجيبو زوج بياض البيض كيما راكو تشوفو، هنا نطلعوهم بواحد الرشة تاع الملح، هنا نبداو نضربو حتى يطلعو لي مليح. نبداو نزيدو في العسل تدريجيا ونبداو غير بشويه العسل، نزيدوه غير بشويه وراح نبداو نكملو نخلطو. نشعل الكهرباء هو الاول، بهالطريقه
معك ما راكو تشوفو هنا يا سيبو راهي برد سنة سيكي مامي سيكي نحيوها سيكي مامي سيكي ايوالكم هنا يا بعد ما بردت لي سيبو تقدروا تستعينوا بتستعينوا عفوا بالمجمد دخلوها ساعة في المجمد بالخفت طلع معاكم حتى البلاستيك بالخفية يعني يتنحى بسم الله راح ننحوها السمك تاعها انا جا كيما هكذا نتوما تحبوا ديروها يعني في علبه صغيره ولا باش تخرج لكم خشينه على هكذا ولا تحبوها بهذا السمك هذايا خلوها بهذا السمك كيما راكو تشوفوا هنا بداو نقطعوا فيها ان شاء الله هنا حبيتو تجيكم سهله ديروا الزيت في الوسمو الزيت في الموس ديالكم وتقطعوها بهذه الطريقه هذه ما نقول لكم شي سهله يعني تضغطوا شويه خاصة الطاقة في رمضان الطاقة في رمضان كلشي عندنا بزاف مي الحمد لله راني يعني نقطعها بهذا الشكل هذا المهم ما كاش لي شد لي غير وحدي الوغ لازم ندبز معها راح تجينا هكذايا تحبوها خشينه كما قلت لكم كيما راكم تشوفوا راح نكمل بنفس الطريقه نرجع لكم هنايا نقطعوها بهذا الشكل هذا تحبوها صغيره تحبوها كبيره كما حبيتو نتوما المهم كيما حبيتوها نتوما انا راح نشارك معكم كيفاش نزينها ومن بعد انا نكمل كامل الكميه هنا راح ندير لها واحد الحبيبه تاع الجوز هكذا في الوسط كيما راكم تشوفوا بهذا الشكل هذا راح نزين ما بالمكسرات نكمل الكميه تاعي ونرجع لكم ان شاء الله هنا البنات باش تجيني خشينه شويه قطعت المربعات ديالي عادي ولصقت هكذا وحده على وحده وضغطت عليهم باش يعني تخرج لي شابه ما تخرجليش حابطه بزاف بهذه الطريقه هذه كيما راكم تشوفوا هكذا يعني غير باش نشرح لكم هذا مكان هنا كيما راكم تشوفوا الجزئيه تاعنا خرجت هايله ما شاء الله بزاف شابه وبزاف بزاف بنينه ننصحكم تجربوا الوصفه وصفه ناجحه بامتياز وصفه شابه وصفه بسيطه تقطعوها كيما حبيتوا نتوما كبيره ولا صغيره هنايا انا درتها في يعني في الكوارت هكذايا نحلوها غير بشويه ماشي حات لصقنا كيما راكم تشوفوا خرجت لنا بزاف شابه وبزاف هايله راح نقسم معكم واحد الطرف باش تشوفوها كيفاش جات كيما راكم تشوفوا جات بزاف هايله معلكة نتمنى ان شاء الله تجربوها نتمنى ان شاء الله تعجبكم نتمنى ان شاء الله تنال الاعجاب ديالكم انا نقول لكم مع السلامة اعطاكم فيديو اخر بحول الله تعالى ودمتم في رعاية الله وحفظه ولا عجبتكم الوصفة ما تنساوش تدعموا الفيديو باللايكات الاشتراك والضغط على زر الجرس يصلكم كل جديد اعطاكم فيديو اخر بحول الله تعالى ودمتم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء